طيب، يعني هذه البطولة هي بطولة تعتبر أيضا استعداد كبير جدا للفرق قبل بداية الدوري أو الدوريات في المنطقة العربية. والدوري السعودي الموسم القادم الكل ينتظر الدوري السعودي، ليس فقط في المنطقة العربية بل أصبح في العالم أجمع بعد ضم الأندية السعودية لنجوم العالم من مختلف الدوريات الأوروبية. تقييمك وتحليلك لما ينتظر من الدوري السعودي خلال الفترة القادمة؟ طبعا بلا شك الدوري السعودي الموسم المقبل راح يكون فيه نقله نوعيه كبيره جدا، كما تفضلت استاذ ايهاب ان الاسماء اللي حاليا متواجده بالدوري السعودي هي تعد من ابرز الاسماء على مستوى السنوات الاخيره. يعني حاليا بالدوري السعودي عندنا افضل لاعب في النسخه الاخيره اللي هو كريم بنزيما، وايضا متواجد اللي هو ساديو ماني حاليا من ضمن النصر، هو ثاني افضل لاعب. فهذه الاسماء يعني وغيرها من الاسماء، مثلا عندنا كريستيانو رونالدو اللي كان متواجد من الموسم الماضي، رياض محرز، روبرتو فابينهو، فيرمينهو او فابينهو تبع الاتحاد قادم من ليفربول، اسماء جدا كبيره يعني راح تعطي اضافه كبيره للدوري السعودي. في الموسم الماضي مجرد انتقال كريستيانو الى نادي النصر تقريبا مباريات النصر تذاع على 45 قناه عالميه. يعني هذه نقلة كبيرة جدا، يعني حاليا السوق الانتقالات في الدوري السعودي سحب البساط من حتى من السوق الأوروبية، يعني اهتمام الصحافة العالمية أصبح متوجه نحو الدوري السعودي. أعتقد أن خلال الموسم المقبل راح يكون في زخم إعلامي كبير جدا. أيضا هناك خطة ل أو استراتيجية لبيع حقوق الدوري السعودي على القنوات الأجنبية. فاعتقد انه راح يكون في تغطيه مختلفه، راح يكون في اهتمام اكبر بالدوري السعودي، اهتمام عالمي. فيما يخص الدوري السعودي ايضا وجدنا النصر بيضم اسماء كبيره، ايضا فريق الاتحاد السعودي، ولكن الهلال على لسان مديره الفني ينتظر ضم عدد من الصفقات. هل هناك اسماء بعينها من نجوم العالم من الممكن ان نشاهدهم مع نادي الهلال خلال فتره قادمه ولا مفيش معلومات؟ طبعا بالنسبه للهلال، الهلال حاليا هو عنده تقريبا تم يعني التعاقد مع 4 لاعبين هي اسماء عالميه ايضا، يعني نفيز وايضا كوليبالي، سافيتش، جميعها اسماء عالميه. الهلال كانت مشكلته او المشكله اللي تعرض لها انه كان في احتماليه تعاقد مع ميسي، وكان خلينا نقول اتفاق تقريبا يعني واصل الى مراحل متقدمه جدا. فتعرض الهلال لهذه الصدمه بعدم انتقال ميسي اعتقد انه يعني اثر بشكل كبير على اللي هو سقف طموح الجماهير الهلاليه. ان حاليا في الانديه الاربعه الكبار متواجد لاعب توب في مركز الهجوم باستثناء الهلال اللي عنده في الخط الامامي عنده ضعف نوعا ما. ولكن حاليا ايضا في يعني مفاوضات من قبل صندوق الاستثمارات اللي هو اللي يملك نادي الهلال لاستقطاب مهاجم طراز عالمي. فاعتقد خلال الايام القليله الماضيه ممكن الهلال راح يعني يعلن عن صفقه ايضا عالميه.